أنا محب لوطني ولملكي ولكل المؤسسات. أنا الاسم ديالي الناصري حميد بن حمان، مقيم بمدينة مونبولي بفرنسا من الجالية المقيمة بالخارج. جيت هنا الوطن ديالي باش ندير واحد المشروع نقدر نخدم فيه ولاد بلادي، ولكن كنشوفوا بحال هاد الشواهد الطبية اللي كتعطى راه كتخلعنا. احنا ما يمكنناش نجيو لهنا وتوقع لنا شي الكارثة كما وقعت لهذا الانسان، لولا يوسف الاخ الزروالي اللي وقف معاه وعطاه يد المساعدة ما غاديش يشد الحق ديالو. وكنطلبوا من المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف ولا الوزارة العدل بأنها تدخل، تطلبوا من الوزير العدل باش تدخل باش ولادنا يجيو في الأمن وأمان. أنا جيت هذه يومين وما عجبنيش هالشي وجيت لهنا باش نستنكر هذه الشهادة. كنطلب منكم باش توقفوا مع هذا الإنسان ويشد حقه وهذا الدكتور ينال الجزاء ديالو. وشكرا، وكنشكر كل الصحافة كل جميع والناس الموجودين وجميع القنوات، وكنطلب الله ينصر الإسلام والمسلمين وينصر ملكنا ويحفظه وينجيه ويرعاه، والله ينصر سيدنا والله ينصر وطننا والله يحقق كل الممتلكات للشعب المغربي إن شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم، أنا حليمة الناصري بدوي، عندي ثلاثة الوليدات، واحد الكبير عنده 33 عام، الصغير عنده 26 عام، والوسطاني عنده 27 عام. أنا جيت هاد الوقفة ديال السي زروالي باش نأزر مي زهرة وبناتها، وما بغيتش هاد الظلم. هاد الظلم علاش؟ حيت أنا عندي وليدات كيجيو، وأنا حتى تولدي عاد بعد المطار جا هي ويكاند، جا نهار الجمعة ومشى دابا، كيموتوا على المغرب وكيموتوا على الوطن ديالهم. ما بغيتش شي طبيب يدير لهم مشكل ويدخلهم الحبس على سبه، على هادشي جيت ناظر. بغينا نحيدوا هاد الفساد، هاد الفساد ما يبقاش في المغرب، حيت وليداتنا حنا الجاليه كيموتوا على الوطن ديالهم، عندهم في الدم في الدم كيموتوا على الوطن ديالهم. الشواهد الطبيه ما تعطيش هكايا، ما يمكنش. واش الطبيب تمد له الفلوس ويعطيك شهاده طبيه هكايا؟ ما يمكنش. لا ضرب لا جرح لا حتى حاجه، ما يمكنش. هذا ما عندوش ضمير وماشي مسلم، ماشي تضامن، ماشي مسلم. كون كان مسلم وعرفوا بينه وبين الله ما غيديرش هذا الشيء باش يضرخوا المسلم الاخر، ما يمكنش. زعما ملي كتكون طبيب راه كتكون كتمثل الناس المزيان، راك قاري واعي، وفي التالي تشد بالفلوس ما شبعتيش ما قنعتيش بداك الشيء اللي درتي، ما يمكنش. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.